كل بلد أكيد له عاداته وتقاليده الخاصة، يعني كل المسلمين يحتفلوا بهذا الذكرى من كل حدب وصوب، وإحنا في الجزائر عندنا عادات وتقاليد مثورة من أجدادنا مميزة، يعني راح نحكوا فيها في هذه القاعدة اللي تشاركني فيها خالتي فتيحة متواجدة معايا في البلاتو. صباح الخير خالتي فتيحة، مرحبا بك. صباح الخير بنتي، صباح الخير المشاهدين الكرام اللي دخلنا بيوتهم وقلوبهم إن شاء الله، وراح نشاركهم هذه الفرحة إن شاء الله، الفرحة العظيمة اللي إن شاء الله تبقى بعاداتنا وتقاليدنا وما تنتظرش إن شاء الله، تبقى يبقى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شفيع أمته هو حبنا بلا ما عرفنا، سبحان الله العظيم. هذه حاجة عظيمة عظيمة جدا، إن شاء الله نقعدوا هكا نتواردوا هذه العادات والتقاليد الجميلة إن شاء الله يا ربي. وهذه الفرحة كذلك تشاركنا فيها اليوم ضيفتنا، نعم أسيل راديا، صباح الخير ومرحبا بك معنا. الله يسلمك تعيشي، شكرا على الاستضافة الحلوة هذه. شكرا وشكرا على هذه الحلويات، الله يسلمك تعيشي، على هذه الأطباق اللي جبتيها لنا اليوم، زينتينا بها البلاطو وعطيتينا لمسة جزائرية يعني، وحتى بلباسك اليوم. الله يسلمك تعيشي، الله يحفظك. نعم، طيب نبدا معك خالتي فتيحه، يعني المولود كما نقولوا له احنا في الجزائر هنا عنده ربما نكهه خاصه في الجزائر، احكي لنا شويه عليه، يعني كيفاش كنتوا بكري انتم تجوزوا المولود؟ بسم الله نبدا نقول بصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، بكري من زمان احنا كانت له قداسه، قداسه المولد باش تغرسيه في اطفالك، كانت متوارث باش الدراري كانوا صغار، كنا احنا صغار نشوفوا الفرحه، نشوفوا كنا صغار ما نعرفوش المعنى، بعد كي بدينا نكبروا بدينا نفهموا، كانت عادات وتقاليد، شوفي تشعلي الشموع، هي الشموع يعني الضوء هو اللي جا سطع مطفى عليه الصلاه والسلام، نشعلوا الشموع، يطيبوا يديروا اكلات خاصه، كان عندنا زمان كان الطعام، ومن بعد بشويه بشويه ورينا الرشته كما قلنا قبيله. هذه اول مره نسمعها، يعني بكري كنتوا طعام فقط. طعام فقط، يعني نقول لك الطعام، انا احنا هنا في العاصمه غير الطعام، ومن بعد بشويه. طعام باللحم ولا بالدجاج؟ بالدجاج. والبلحم ثاني كان يديروا باللحم، كان يديروا بالدجاج، من الكثره بالدجاج، بيض. مرقه بيضاء. ديروه مرقه بيضاء. ومن بعد ولينا نديروا رشده، نخدموا رشده ونديروها يعني بالعقل، هذا كي نقولوا في الاطباق، كاين الطمينه اللي راهي حاضره، ما كاش بيت ما فيش طمينه، شتي كيزيد عندك مزيود. هذه هي، ونديروا الحنه في الليل، فرحه هذيك، ونشعلوا الشموع نديرهم في صينيه هكذايا، ونبداو نعسوا بالاسماء، هذه تاع فلان هذه تاع فلان، يعني تعسوا الشمع اللي يطفى. الشمع يطفى، وليت شكون اللي يفرح؟ اللي تطفى شمعته الاخرى. ولا يقول لك شغل على شي فرح، يعني عندها بالك دلاله شمعتي عندها معنى معنوي، ماشي مادي، معنوي. نقعد نعسوا ما زعما حد الدين يقولوا نو دا يطفل شمعتك ولا شمعتها ولا بيناتنا كنا، باسكو كنا العائله كلها نشاركوا هذيك الفرحه، ماشي كيما دار كل وحده في دارها وكل واحد في دارها. كانت اللمه، كانت صله الرحم، كانت الفرحه، فرحه تعرف تحسي لها. وكان ثاني لا يسمحوا لي الاخوه في الجنوب اللي نحييهم، كانوا يحتفلوا قريب سمعنا، يديروا مدائح، يقراوا القران، ترتيل القران، ترتيل القران. هم عندنا من الصحراء، عندنا من الشرق، من الجنوب، من كلهم عندهم عادات وتقاليد تصب في معنى واحد ومغزى واحد، هو الفرحه وتخليد ذكرى مولد النبوي الشريف خير البرايا نعم عليه الصلاة والسلام. يعني كانت عادات حلوه ونستناوها ها قريب المولود، نبداو نحسبوا له وقتاش يجي المولود، تشوفي على الطابق، على اللمه، على كل شيء، تي باش نروحوا نتلاقاو. انا قلت نتلاقى مع بنت عمي ولا مع خالتي ولا مع بنت خالتي، كان فيها رويحه. يعني سورتو كي تكونوا صغار يعني كان تلاقاو بيناتنا. العائله قاعده تتلاقى في الدار الكبيره عند الجد والجده، وتلقى يحطوا، وكنا الله يبارك كنا نطموا، وكانوا يديروا لنا يحطوا لنا في القصعه. دورو قانية وناكلو، وكانت البنة وكانت الحلاوة وكانت نعم يعني هذه في القديم. نروحو نشوفو أسيل راضية، يعني كيفاش انتم تحتفلوا بالمولد النبوي الشريف؟ بون احنا ككل عائلات نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، هما لا جينيراسيون تاعهم القدم، نعم شادين في العادات والتقاليد، مام حنايا مازلنا شادين فيهم، سما نتلمو في الدار الكبيره ونطيبو ونديرو الطمينه، نديرو كان عفايس حلوين تما، ما من الدراري ما نعلموهمش على شنو نقول لهم طرطق المحارق ولا، نعلموهم نديرو لهم الاخر كاسمهم الشماع،
تما نعلموهم مليح. شماع الحنة وغيرها يعني. يعطينا الصحة، الحنة لازم تكون. نحتفلوا بها في المولد النبوي الشريف. نعم. يعني عندكم أجواء خاصة تصنعوها في البيت؟ أجواء خاصة. دائما نتلموا في دار ماني. نتلموا كامل الخالات ونديروا أجواء خاصة بالمولد النبوي الشريف. يعني ما كانش جديد ربما بالاحتفال بهذا الذكرى يعني ما كانش. ما نحبوش نديروا حاجه حصوال جدد، مي توجور نقعدوا في التقاليد والعادات تاعنا ما نخرجوش عليهم. مثلا هاد الحاجات الجدد اللي كتحكي عليهم فاش تمثل بالك حلويات تزيدوها؟ بيان سور نزيدوا حلويات جدد، سهره قعدات كاينين صوالح نزيدوهم. صارت تسمي كاينين ماشي صارت لازم. وزيد نقول حاجه كي قد على المفرقعات هذوك، احنا كنا صغار عندنا وكانوا يديروا واحد هكا البايط ويديروا كاين يعني خدموهم خدمين خدموهم هنايا ماشي كيما دركا، بصح كانوا كاينين مفرقعات، كانوا كاينين صغار برك ماشي كيما الكوارث اللي هم دركا ما كانوش بكثره. ايوا نحيوا كاع العائلات الجزائريه ونقول لهم لازم يردوا بالهم على وليداتهم على جيرانهم، انه دارت كوارث هذوك الكبار هذوك اللي يترتقوا معليش اسيدي يلعب ماشي بصح ماشي في هذه الامور، وكل واحد حر في تصرفاته، لكن ما تاديش الناس ما تادوش بعضاكم هذا ما كاينش. وكان عندنا هذاك الجاكس بكري. الجاكس. هذا يقولوا عليه يعني. الجاكس هذاك. دوكا مازالهم يديروه. يديروه. شغل الفرحه شوفي. وانت خالتي فاتحه كنت ديري هذا الجاكس والمفرقعات. نعم. بصح حنا واش نديروه؟ ماشي من الدار، حنا برا تخرجي في اللي تساع. في اللي تساع ما انا ما يديروه برا، لكن كانوا انا نقول لك كانوا عندنا هذوك الصغار كنا نخافوهم. شوف هكا كرطوشه حمراء يشفاو لا جينيراسيون تاعي، بصح والله ما نأذيو بعضنا، ترميها تهربي تخافي، يعني كان جو حلو يعني ماشي باش نضروا، بالعكس باش هاو بقى لنا في التاريخ. انا شحال من عمري انا شحال جينيراسيون مورايا مازال. قعد لك ذكرى جميله يعني. ذكرى جميله لانه ما كانش فيها خساره. ما كانش فيه امور ضر، ما كانش فيه اصابات كذلك. نعم ما كانش فيه مضره. بين قوسين انا كنت عباكم كنت نخدم في المستشفى، والله كانوا يجونا يعني حرائق كوارثيه في الاعوام الاخيره. في الاعوام الاخيره ايه، المولد كاين اللي بعد شرع على السامعين متفرجين وعليكم، كاين حتى عين وراحت، كاين حتى تحرقات، كاين يعني ربي يهدينا ويهديهم. علاش انا نقولوا ما ترميش، ارمي منا ان شاء الله يهديهم رب العالمين ويهدينا جميع ان شاء الله. نبعدوا على هذا، نبعدوا على هذه ماهيش. قلت لك حنا زمان كنا عندنا هذوك المفرقعات صغار قدنا هكا صغار، نخافوهم ونرموهم بعيد، دوك هادو يلعبوا بهم. يعني مفرقعات خطيرة أصبحت اليوم تباع في الأسواق بثمن باهظ. تحرقي انت الطن يعني السومة هذه تحرقيها في ما يجيش ثانية، معليش أسيدي كل واحد على مقدوره، بصح لا ما تأديبش بهم الناس، هذا ما كان هذا واش نقولوا، تبقى فرحة وتبقى بالعكس طمي وليدك. حنا زمان بابا سيدي كيديروا هكا يحكي لنا هكا كبير العائلة يعني. بابا سيدي جدي الله يرحمه ويرحم كاع امتي محمد يحكي لنا ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم وسعد حليمه السعدي يحكي لنا هكا ببساطه ترسخت في قولنا، حتى كي احنا عندنا نروحوا للمسجد ونقراو، ومن بعد هذيك الحكايه قعدت لنا بلي هذا الرسول ويقول لك يحبنا من ذاك الوقت. انا راني شحال بولادي ولاد ولادي يقول لك يحبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبنا حبنا بلا ما عرفنا، حبنا بلا ما شافنا. حتى الصحابه قالوا لي كيف يا رسول الله، حنا قال لهم انتم شفتوني انتم اصحابي انتم راكم معايا، بصح هادو حبوني لانهم امنوا بيا وحبوني نحبهم. شتي سبحان الله. سبحان الله. خير خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام يعني. أكيد. نعم عليه الصلاة والسلام. عليه ألف صلاة وسلام. نعم. وتخريدا لهذا الذكرى ذكرى المولد النبوي الشريف تتطلب أيام لتحضير لهذا اليوم، يعني اللي جينا خطرة في السنة فأكيد أنت يا أسيل ربما عندكم تحضيرات خاصة في البيت، خصوصا أنك تصنعي حلويات وتلقي طلبيات كذلك. يكونوا بزاف طلبيات في هذا المومو تاع المولد النبوي، ما يكونوش طلبيات في الدار لازم ديري. شتو كي تلموا العائله كامل تما اوبليج عليك تنوعي، مام الا ما كنتيش تخدمي هذوك الايام تنوعي فيهم لازم. وشنو هما الانواع اللي ضفتيهم جدد في هذا المولد؟ كيما راكي تشوفي كاينين البقلاوه، كاينين كيما نشوفوا يعني هنايا معنا البقلاوه، لكن ماشي بالطريقه يعني بقلاوه تركواز التقليديه. كاين لي دات فوري، كاين المقروط، كاين السمسه، كاين المحنشه.
يعني المقروط عاده يعني نديروه في كل البيوت الجزائريه. عندنا هذه المحنشه. نعم. اها واش ثاني عندنا؟ عندنا الطمينه، عندنا لي سيكار، عندنا المقيره الصغير. نعم، يعني كلها اشكال وانواع تمثل التقاليد الجزائريه اللي نحتفلوا بها حنا خصوصا في المولد النبوي الشريف. بلا ما ننساو يعني شباح الصفراء اللي هي الطمينه. الطمينه لوشام تاعها وحده. قلت لك المولد كيما يزيد مزيود. هذه هي ما كاش بيت ما فيش. والحنا مازال كنت نديروا الحنا بيان سور. هاي الحمد لله بيان سور. الحنا يعني كي تختبر الفيلم. لان كاين جينيراسيون هذوما بزاف اللي ما يحبوش الحنا. بزاف اللي ما يحبوش الحنا. رمز من الفرحه. شوفي كيما هذا ما شاء الله، الله يبارك عليك ربي يبارك ما شاء الله. شوفي حلاوه، فهمتي؟ المعسل حلاوه، يعني حاجه حلوه. قد ما نتكلموا قد ما نقولوا ما نقولوش ما نوفوش حقه. ان شاء الله يا رب العالمين، ان شاء الله ربي يكون راضي علينا وبنبي بصلاه على النبي ان شاء الله يا ربي نتحشروا معاه ونشوفوا. والله لا يحرمنا منه ان شاء الله. هاتي كان ونخلوا هذه لازم لولادنا، ولاد ولدنا لازم تورثوها يعني. لازم ربما انا نشوف المعسل هنا. اسيل نشوف كل حاجه معسله. هل المعسل يرتبط بالمولد النبوي الشريف ام دخلتوا بالك انواع جديده؟ لازم تكون حاجه حلوه. حاجه حلوه متفقين عليها. حاجه حلوه اللي استقبلوه بها. اها يعني كل حاجه معسله. وعندكم انواع ربما نعرفوا انه عاداتنا الجزائريه في صناعه الحلويات كثيره وانواع صحيح. كثيره ما تخلصش. نعم هي شوف هي كل عائله وكيفاش كيفاش تحب تستقبله. حنا توجور نحبوا نقعدوا في التقاليد تاعنا ما نبعدوش عليها. تسمى كل موسم وعنده الحلوه تاعو وعنده التقاليد تاعو والعادات تاعو. حنا جينا نعلموه والفنا نديروا حاجه معسله. معسله نعم. نعم. كيفاش تستقبلي طلبيات ديالك اسيل؟ يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا سواء انستغرام؟ سواء اللي يعرفونا ولا في الانستغرام طلبيات توجور يكونوا. نعم يعني في كل ربما مناسبة دينية تعمل انت باش تقدمي منتوج يليق بك انت كأسيل ويليق بالحلويات الجزائرية. لازم توجور نقدموا حاجة مليحة للناس. نعم طيب نرجع لك خالتي فتيحة، كيفاش تشوفي المولود بين البارح واليوم؟ واش تبدل فيه؟ تشتت العائلة. يعني أول شيء التشتت العائلي. انا ضد التشتت. شوفي قدها ونقولها دائما انا في هذا. نعم اكيد خالتي فتيحه من الضيوف يعني المميزين اللي دائما يحضروا معنا في برنامج صباح الوطنيه وتلبي النداء. فشكرا لك. شكرا لك انتم على الاستضافه وهذا المنبر نلقاو فرصه باش نهضروا مع المشاهدين. ما يمكن جوز في الاذاعه باش نهضروا مع المستمعين. يا الله التشتت العائلي. يا الله يا الله. الاخ ما يشوف شخوه لا في المناسبه لا من غير المناسبه لا. يعني كيف فاتت هذه لحقت العائلات خساره كبيره. الاولاد يكبروا ما يحتكوش بعمومهم باخوالهم بجداتهم ورانا رايحين. هذه هي الكارثه العظمى اللي راهي غيرت كلش. الناس تقول تبدل الوقت، الوقت مازال هو 24 ساعه. مازالت الشتاء مازالت الشمس مازالت تغرب تشرق. حنا اللي تبدلنا. كاين اللي يقول لك يعني نقصت الحلاوه تاع ربما هذه المناسبات. واش رايك؟ البعد هذه هي هذه هي هذه هي اللي خصت البعد. تروحي المرأة تلقيها شاطره ما شاء الله المرأة الجزائريه عامله ودير دير يعني معنا مثال اليوم اسيل الله يبارك عليها ايادي ذهبيه. وانا كنت عامله وندير الطمينه ونوجد الحنه وندير الرشده يعني الحمد لله المرأة الجزائريه شاطره بسلامتها ما شاء الله وما تعجزش وتقول لك معليش نفرح عائلتي. هي تخدم هي دير بصح ما فيها والو. توجدي عشاك تروحي عند شيخك ولا عند باباك ولا عند خوك ولا لوسك ولا كي تكون عائله مطمومه. ما الدراري يحتكوا بعضاهم تبقى لهم تبقى لهم تبقى لهم. انا نقول تبقى في الذاكره. انا قلت انا شحال في عمري ونتفكر كي كنت صغيره كنا نطم والله يبارك ونزيد نعاودها قصعه تاع طعام ولا تعرشتها وناكلوا ونضحكوا ونفرحوا ونزيدوا نديروا نستناو هذيك الحنه بالريق الناشف والشمعه وكل شيء كل شيء. هذه قلت لك هذا واش بدل. طيب على غرار تشتت العائله يعني كل واحد وين راه، وشنو هما العادات الدخيله اللي دخلت على هذه المناسبات الدينيه في الجزائر؟ تشوفيها انها ماهيش صح؟ خلينا من المفرقعات والدنيا هذوك اللي هم دايرين مفرقعات هادو. يعني هادي بزاف زمان. انا نقول لك كانوا صغار وكانوا يخدموهم. حنا نخدموا تحت الماء هكا كيما نقولوا. كان عندنا هكذا كيما نقولوا امور نقدروا نعملوها نفرحوا بها نعبروا بها. واش انا نقول لك؟ انا نقول التشتت هذا هو. شوفي التشتت هو الاول.
كل واحد جاب دروحه، ما كاش صيله، دوك تلقاي الاولاد كل واحد في شمبرتو. يخقلناها واحد الوقت نعاودوها، كان ضيق وكانت القلب كبير وكان كنا هكا مطمومين. دوك راه لي تاع الله يكبر، الله يبارك، ورانا مشدين في دار وحده، الاخ وحده والاخت وحدها، ولا الابن والبنت والام، تلقاي الام منتهيه مسكين، وتلقى الاب كيف كيف، خطو راسي ربي يهدينا ويهديهم سمحوا لي، لاتين غير بالانترنت غير بالتليفون غير بالتليفون قربوا لك كيما مناسبه كيما هذه. يا سيدي ما رحتش العائله الكبيره، جيبوا لعندك وريلو فهموا، على بالنا بلي امنوا براسه عزات السلام مسلمين، وممكن يصلوا وممكن يديروا كل شيء، الفروض كاع يديرها، بصح اعطي له زيد له زيد له، خليها احلى وخليها تحلى. يعني ماشي لازم بالك دير بهرجه في البيت ولا تلم ولادك، بالك تحكي معاهم توعيهم. كاين حاجه ثانيه بنيتي كريمه، التلفزيون كان يلعب دور كبير، كيفاش تيدير افلام دينيه، كنا نخشوا هكا نشوفوها نحسوها، يعني كانت فيها بزاف امور. كان السنين هادو اللي فاتوا نقصت نقصت بزاف. نعم طيب اسيل، انت كيفاش تشوفي يعني المولود بين البارح واليوم؟ ما عندكش بزاف، لكن نقولوا السنوات الاخيره هل تشوفي تغير او لا؟ تغير بزاف كما قال خالتي فاتيحه، حتى جات العائله بزاف، ما كانوش كيما زمان. زمان كنا نتلمو، كنا دوكا ابسط الحال ما تلموش، غير الا كان فرح ولا كان قرح بعيد الشر اللي باش يتلموا. نعم دوكا ما ولاوش يتلموا كامل كيما زمان. وهذه هي المصيبه، دوكا تقولي لي احنا كيش يقولوا درنا هذيك اللمه وهذيك درناها باللمه، الفرحه هذه وعبرنا على المولود بهذيك الفرحه. نعم. تخيل النساء الكبار هم قاعدين حاطين سنيوه اتاي ولا شوفي تبقى قاعده، تبقى قاعده حلوه، وشوفي ونقول ما دامنا في هذه القاعده الله الله عليها، دايما تكون قاعده بفلزين نقول لك انا قاعدين دوكا هكا، كل قاعدتنا قاعده بالفلزين بريحه الفل وريحه الياسمين، بسنيه قهوه وبريقاتاي، واذا تحبونا عندكم ضيفونا واستناو لينا جاي. الله الله. نعم تستني امور هاك، تسمعي من الخاله كلمه، من العمه كلمه، من الجده كلمه، واقوالهم وقعدتهم كلها كانت حكم. نعم. حكم حكم حكم، وتشوف لك البعيد تعطيها لك. والله انا زمان نسمع بابا سيد وميما يهضروا غير بالمعاني، نروح انا لميما نقولها ميما واش قال لك، تقولي مشي خرجي. من بعد انت تما تربي الذكاء الانتيليجونس، تخدمي مخك. احنا كلش دوك هنا كلش سهل، يجيب السهل يروح بالسهل. نعم حتى دراستهم، حتى دراستهم تجيب السهل تروح بالسهل، ما يشغلوش ما ينشطوش الذاكره. هذه علاش انا نهضر، انا نقول لك على القعدات هذوك الزينين تاع زمان، وكلهم فيهم حكمه وكلهم فيهم فايده، حكمة وفايدة وتعليم. يعني العادات والتقاليد الجزائرية هو الشيء اللي شفناه عندك أسيل، ربما في هاد الحلويات اللي جبتيهم لنا اليوم، علي من تعلمتيهم ربما عند واحد كبير في العائلة أو وحدك؟ احنا شوفي احنا جينا مو في العائلة كان نخدموا الحلويات، احنا كامل تما خالاتي ماني ماما تما كامل نخدموا الحلويات، والفضل الكبير يولي خالاتي. يعني تعلمتيها على خالاتك؟ بيان سوغ، هما الفضل الكبير يولي ليهم. نعم فتحية ليهم لما يشوفوا فينا الآن. بيها أكيد هما الصح، هما الصح، شي تتقنيه تبدعي فيه، إلا ما كنتيش تحبي حاجة ما تقدريش تخدميها. هو إبداع إبداع الله يبارك. نعم طيب عندكم ربما دراري صغار في العائله تاعكم يشروا مفرقعات يحتفلوا بهذه الطريقه بالمولد النبوي الشريف؟ شوفي طفل صغير قد ما تفهميه وقد ما تقولي له هذيك العفسه حرام وما ديرهاش، توجور يقعد عنده هذاك الالهام باش يديرها، باسكو امبوسيبل انت تقولي انا وليدي ما شريتلوش في المولد، بصح هو يشوف واحد اخر يلعب يقول لك ماما علاش هو شرى وانا ما شريتش، فهمتي؟ تسمى نشروا لهم حاجه خفيفه، ماشي حاجه زي ما نقولوا كراف هكا اللي ادي روحوا بها ولا ادي الناس، حاجه خفيفه هذا ما كان. نعم طيب خالتي فاتيحه اكيد كي وجدت لنا كاش قصيده هكا كلام كلام. نعم في الجد ان شاء الله سميتها طالب الرجاء. بسم الله نقول بسم الله، بسمك يا الواحد الوحيد بديت غفرانك طالب ديما ترجاه، يا من بأذنك الميت تحييت
والحي بأمرك حتفو يلقاه. يا ستار سترني والعيب اللي وريت، مذلول ليك عفوك نستناه. يا الرحمن الرحيم في رحمتك شديت، وش في عمتنا متمني نلقاه. بسم الله نبدأ وبديد، غفرانك ديما ترجاه. الحق كرسيك انت متربع عليه، فد الزمان تزيف صعاب الوقوف معاه. لا يخفى عليك خافي يظهر توريه، الحق ينتصر نصير عالي معلاه. خير الأنام نصلي ونسلم نصلي ونسلم بالدوام عليه، نزل عليه الوحي آمن بما أتاه. جبريل جبريل بالبرهان يبشر فيه، خاتم المرسلين ما كاين سواه. بسم الله نبدأ وبديت، غفرانك ديما ترجاه. قالوا انت الصادق الأمين، أمره يقرأ ما هو قاري في زعم قواه. والفرقان علمنا طريق النجدين، موجب وسالب لا ثالث معاه. الحلال مفرق على الحرام، قرآن بتبيين، فرض علينا الصلاة الصوم ويا سعد اللي مال وزكاه. محمد حبيب الله رسولنا حنين، كل من تبع نهجه من نيران والهلاك نجاه. بسم الله نبدأ وبديد، غفرانك ديما ترجاه. الحمد ليه الصمد الواحد الفريد، من بأذنه الفلك تسير لا شريك معاه. سبحانه العفو سبحانه العفو عذابه شديد، نتوب ليه نوصل الجنان وفي سماه. فاتيحة قالت كل حرف عليها شهيد، الله يفرقنا بلا ذنوب واللي كلامي قراه. نختم بذكر الدايم وبما بديت، غفرانه دايم ديما ترجاه. الله يعطيك الصحة خالتي فتيحة، شكرا لك على هذه الكلمات الجميلة يعني من إمضائك، يعني لمسة خالتي فتيحة دائما مميزة في كتاباتك ما شاء الله عليك. طيب وشنو هي رسالتك؟ نعم رسالتك للجمهور لما يشوفوا فينا، حتى للمرضى اللي راهم بالمستشفيات والناس اللي راهم في دار العجزة كذلك. شوفي كاينة حاجة مليحة، جمعية تبارك الله عليهم، أنا نقولها عن شهادة شهدتها أنايا، أنا كنت حاضرة في المستشفيات لما يتفكروهم يروحوا يزوروهم ويديروا لهم هذيك الجو، سخطوا الاطفال هذوك تاع مرضى السرطان مساكن المستشفيات، مش في كل الامه المسلمه ان شاء الله، مش في والدي ان شاء الله، نتمنى له ربي يبارك في عمره، كل 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 مرضى المسلمين ان شاء الله، ربي يرفع علينا البلاء وهذه الامراض هذه ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا رب. هذه الحاجه المليحه يروحوا يزوروهم، مام يعني في المصلحات الاخرى مش غير تاع دار الصغار. تعرفي تحسي انه الشعب الجزائري مازال كريم ومازال حنين، وقلبه على بالك ينبض بالخير بالخير، كل دقه في القلب فيها خير خير خير. انا نفرح كي نشوف هذوك الجمعيات، والله صدقيني نشكرهم نشكرهم من هذا المنبر، ونشكركم انتم على انكم يعني مساحه هذه، وهذا يعني اننا نتصلوا مع المشاهد. هذا واجبنا خالتي فتيحه مع المشاهد، ونقول لهم العائله قولوا لبعضكم الله يهنينا ويهنيكم ويرضى علينا وعليكم، ولوا لبعضاكم ما فيها والو، طيبي وديري تروحي تجتمعي، فوت يوم يفوتوا يومين يفوت ما درينا لا العام الجاي نحضروا المولد ولا لا هذه اللي نديروها بين عينينا. يعني الحياه ما دامنا عايشين فيها نعيشوها، لازم بروفيتي ونستمتعوا بها، يعني بكل لحظه نستمتعوا كانها اخر يوم، يعني كانه اخر يوم. نحبسوا على الحباب، نحبسوا على الوالدين، نحبسوا على الاولاد، نحبسوا على الخاوه على الجيران، لازم نعاودوا نحبوا بعضنا ونحببوا اولادنا في بعضهم. واحد يحب وليد عمه بنت عمه بنت خاله، يزينا من هذا التشتت وهذا يزينا بزاف بزاف بزاف، ربي يهدينا ويصلح الحال، وان شاء الله ما يكونش ثقيل عليهم وما يسعفوش منك. شكرا لك خالتي فتيحه، يعني كل مولدهم بالصحه والهنا ان شاء الله، مولدكم كاملين بالصحه والهنا، وشكرا على الاستضافه. نعم شكرا وصحه مولودك خالتي فتيحه. السيل يعني انت وشنو هي رسالتك الان اللي تقدميها من برنامج صباح الوطنيه لكل المتابعين ديالك؟ رسالتي نقول لهم الحاجه الاولى تهلاو في الوالدين هما صح، كما قالت خالتي فتيحه اللي راهم في ليزوبيتو لازم ما ننساوهمش ان شاء الله، لازم توجو نطلعوا عليهم، ما يكونش قريبك ما تعرفيش توجو لازم نطلعوا عليهم، بالك خاصتهم حاجه بالك ديجا هذيك كي طلع عليهم فرحه فرحه بزاف لعندهم.
نعم، لأنه زيارة المريض واجب، يعني لو تخفي بيانسو عليهم ولو بالقليل بيانسو حتى في هذه المناسبات الدينية. فما يحسوش روحتهم وحدهم، نعم يحسوش روحتهم ناقصين، كاين بزاف صوالح. المعنوي يلعب دور كبير عند المريض، تروحي ليه ما تعرفيش ويشوفك شحال يفرح، يفرح وتخفف الزيارة يعني. إيه بيسو تخفف الزيارة يفرح، خاصة لما ما تعرفيش. احنا كنا مجموعة نحييهم من اللي مات الله يرحمه، كنا في الاستعجالات كنا كيقعدوا هكا ما كاش يعني نرفدوا روحنا نروحوا نزوروا بلا ما نعرفهم، جينا نطلعوا عليه هكا والله غير يفرح ويشد. هذه الفرحة في عيونهم يعني، في عيونهم خاصة الأطفال. أوه الأطفال حلال يفرحوا، خاصة اللي جايين وحدهم من ولاد داخلية ساكن بعاديته، كي تروحي تزوريهم تقعدي معهم شحال يفرحوا. هذه معنوية يعني، جانب المعنوي ترفع له المعنويات. نعم والله يشافي كل المرضى ان شاء الله، ربي يشافي كل المرضى يعني بكل المسلمين. كذلك انا نقول لكم صحه مولودكم كل عام وانتم بخير يا رب. الان مشاهدينا وصلنا الى هذا الفاصل الغنائي اللي يتخلى البرنامج صباح الوطنيه كالعاده.